الجزائر دوما طبعا كنا في الجزائر وسنبقى في الجزائر لنتكلم الآن عن ملف آخر سجناء الرأي، ملف شائك مثير القلق، عددهم أكثر من 200 سجين، البعض يرجح العدد بالضبط إلى 207 سجناء، هكذا يعلق رجال قانون ومحامون وناشطون حقوقيون، بالإضافة إلى عائلات عائلات هؤلاء الضحايا. المناسبة مشاهدين، لماذا قد يسأل المشاهد لماذا طرحت هذا الملف من جديد، هو ما تسرب من اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون بقادة الأحزاب. أكد مرة أخرى عبد المجيد تبون أن لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر، ومن أدينوا ارتكبوا جنحا وجنايات ولا علاقة لهم بالمواقف والأراء السياسية ووجهات نظرهم في مختلف القضايا السياسية. يأتي هذا التصريح مشاهدينا رغم أن المبعوثين الأمميين اللذين سبق أن زارا الجزائر ماذا فعل؟ ناشد السلطات الجزائرية عند نهاية زيارتهما، ناشد السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، إنهم لا ذنب لهم كما أنهم ليسوا مجرمين، هكذا قالوا. بالإضافة إلى ذلك فإن حرية الصحافة ليست جريمة بالنسبة للصحفيين الذين اعتقلوا وقتها. أرحب مشاهدينا بالأستاذ المحامي محمد الأمين بن نحمان، المدافع عن حقوق الإنسان وكذلك عن معتقلي الرأي. أستاذ محمد الأمين، ماذا يمكن أن نقول فيما يخص الإصرار على أنه ليس هنالك سجناء رأي؟ مثل ما أسلفت في مقدمتي، المناسبة هو هذا اللقاء الأخير بين الأحزاب وعبد المجيد تبون، حزب العمال والأفافاس وربما شخصيات أخرى ذكروا أنه لا بد من المضي نحو تهدئة، إطلاق سراح حول المعتقلين، يكفي أنهم أدينوا بهذه السنوات أو هذه الأشهر، الآن خلاص نحن مقبلون على الانتخابات في سبتمبر المقبل، لماذا تبقون على سجنهم؟ فعاد من جديد وكرر أنه لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك على الاستضافة. شكرا لك. يعني فيما يخص الموضوع اليوم متطرق له في الحصة وهو سجناء الرأي، ويعني إنكار السلطات عن طريق رئيس الجمهورية السي عبد المجيد تبون أن ينكر وجود معتقلي الرأي في الجزائر، ويقول يعني أن هؤلاء ليسوا معتقلي الرأي ولا يعتبرهم كمعتقلي الرأي، بينما أن الأحزاب السياسية طلبت منه واعتبرت أن هؤلاء هم معتقلي الرأي فعلا. يعني كما تفضلتم، يعني المقررين الأمميين الذين أتوا إلى الجزائر، نعم، أحدهم أتى في سبتمبر والثانية أتت في شهر ديسمبر، يعني أكدوا ووقفوا على حقيقة الوقائع. ونحن من جهة كذلك كهيئة مستقلة للدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، ونحن نواكب هذه الأحداث وندافع عن هؤلاء الناس وهؤلاء المعتقلين يعني قرابة 5 سنوات. يعني نحن حقيقة نحن لدينا رقابة على هذه الملفات، ولدينا كذلك معلومات كافية بهؤلاء المعتقلين. نعم. يعني فعلا أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلي رأي. نعم. لأنهم كلهم متابعون بتهم منشورات ونشر أخبار كاذبة، أو كلهم على إبداء آرائي أو آرائهم السياسية. نعم. كلهم يعني حتى الملفات المشكلة يعني يتم تشكيلها والبحث من قبل فرقة البحث خاصة بالجريمة الإلكترونية، يعني وتقوم برصد هذه المنشورات. كل منشور يعني يتم تداوله أو يتم ظهوره يعني يتم متابعة صاحبه ومحاكمته وإيداعه السجن. قليل الناس الذين لم يتم إيداعهم السجون. يعني وكذلك هناك أشخاص يعني تشدد لهم المتابعة. هناك أشخاص يتابعون بنص المادة 87 المكرر، هذه المادة التي أسالت كثير من الحبر، صحيح، وعلق عليها كثير من الحقوقيين داخل الوطن وخارج الوطن وكثير من المنظمات الحقوقية. نعم. يعني أين صرحوا وقالوا، ونحن كذلك نقول بأنها مادة فضفاضة مبهمة لا تتطابق مع تعريف الإرهاب ولا تتطابق مع الأفعال التخريبية. حتى في مجلس حقوق الإنسان سيد محمد الأمين، إذا كنت تذكر في مجلس حقوق الإنسان مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في كثير من دول، الجزائر كانت ممثلة من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الوزير عبد الرشيد طبي، عندما عرضت مسألة
سجناء الرأي؟ قال نعم موجودة لكن ليس كثير. فهذا اعتراف رئيس السلطة القائمة بالقضاء، مسؤول القضاء الأول بعد تبون هو الوزير برشيد الطبي، يعني لم يقل لا ليس هنالك قضايا حقوق الإنسان أو قضايا سجناء الرأي، وهذا يخالف عبد المجيد تبون اللي قال لا أبدا لا النفي، قال مش موجود. نعم أستاذ عثمان، اعترف سيد وزير العدل عبد الرشيد الطبي اعترف في مناسبتين. نعم. في مناسبتين اعترف بوجود معتقل الرأي، الأولى في مجلس حقوق الإنسان والثانية عند لقائه بالمقررة الأممية. يعني لما التقت به المقررة الأممية صرح أنه يوجد معتقل الرأي ولا زال كل شيء مسجلا، يعني وهذا التناقض الذي رأيناه مع صريحات سيد رئيس الجمهورية أين قال لا وجود لمعتقل الرأي، يعني وهذا الشيء غير صحيح. إذا كيف تعتبر تناقض، يعني تناقض بين الوزير والرئيس؟ نعم تناقض بين الوزير ورئيسه. نعم نعم، إذا كان الوزارة تعبر عن يعني إرادة سياسية والبرنامج السياسي للسيد رئيس الجمهورية، يعني لا يمكن هنا أن يكون اعتراض أو عدم توافق أو عدم تفاهم في هذا المجال، لا يمكن. يعني لابد أن نصارح الشعب الجزائري بحقيقة الوقائع، بحقيقة الوضع السياسي. يعني احنا لما احنا كهيئة الدفاع لما رأينا هذه التصريحات حقيقة انصدمنا، لأننا نحن ننتظر حتى قبيل الانتخابات وعشية الانتخابات الرئاسية ننتظر نوع من الإفراج عن الحريات كما كان يحدث من قبل دائما، كما كان يحدث من قبل دائما، يعني قبيل أي استحقاق انتخابي يعني يتم الإفراج عن بعض المعتقلين حتى يتم يعني الموازنة أو يتم يعني كما يمكن تعبير تهدئة نوعا ما فيما يخص المعارضة ككل، فيما يخص المعارضة ككل. طيب هناك حتى في مقال راديو أم أستاذ محمد الأمين أشار إلى أنه عبد المجيد تبون ورط نفسه حتى مع السلطة القضائية اللي هي من المفروض أنه تكون سلطة مستقلة وهذا ما نص عليه الدستور. فقيل لما أحد رؤساء الأحزاب طالب بالعفو عن سعد بوعقبة وإطلاق سراحه وغيره من هذا الكلام قال نحن سمحناه لسنه، فهذه العبارة بالنسبة لكم أنتم كرجال القانون ليست سوية. هذا الكلام ربما ليصدر من هيئة المحكمة من القضاء وليس من عبد المجيد تبون، فما تعليقك على هذه العبارة سمحناه لسنه؟ نعم، تعليق القانوني على هذه العبارة يعني ليس له أي صلة بالقانون، يعني المتعارف عليه قانونا ومتعارف عليه أخلاقيا يعني السيد رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية. نعم لديه صلاحية وهي إصدار العفو على المساجين، نعم، لكننا لم نرى إصدار عفو عن سعد بوعقبة مثلا، الصحفي سعد بوعقبة لم نرى عفو رئاسي عندما قال وصرح بأنه يعني سمحناه لكبار سنه. يعني هذه التصريحات يعني ليس بمثابة تصريحات السيد رئيس الجمهورية، بما أنه رئيس السلطة التنفيذية وبما أن الحكومة وكل أجهزة تنادي باستقلالية القضاء وأن القضاء مستقل. يعني سعد بوعقبة حكم في الاستئناف وتم الحكم عليه بغرامة من أجل قضية أو من أجل مقال، أين لو كانت حقيقة الأمور منضبطة والقانون يطبق كما ينبغي، يعني هذه المتابعة لا وجود لها أصلا، لأنه لا يمكن متابعة أي صحفي يعني بمناسبة تحرير مقال أو إبداء رأي. هذا هو الأصل في حرية الصحافة وهذا ما منصوص عليه في القانون الخاص بالصحافة. الأمر نفسه بالنسبة لحسن القاضي أستاذ محمد أمين عليه في المحكمة الابتدائية بالسجن، وهذا منافي كذلك للقانون، لأنه حتى إذا ارتكب الصحفي خطأ مهنيا أو يعني كان مقاله يخدش بالحياة أو يخدش بأي شخصية، وهذا ما لا نراه في واقعنا. نحن نرى أنه أناس فقط لإبداء رأيهم السياسية أو لإبداء معارضاتهم يعني يتم متابعتهم سواء كان
صحفي أو سياسي أو مناضل حر لا ينتمي إلى أي جهة سياسية أو أي حزب سياسي، أو مواطن فقط يصرح لي ما يعانيه من مشاكل يومية في حياته. يعني طيب حتى المشاكل اليومية أو يعبر عن مشكله يومي في حياته العادية وهو مواطن عادي يتم قمعه، يتم متابعته بهذه التهم. طيب الأمر نفسه بالنسبة لمحمد لمين، أستاذ محمد لمين، بالنسبة لإحسان القاضي، إحسان القاضي تعرف قضية سجنه وكذلك حتى الطعن الذي قدمه والسلطات لم تأخذ به، أنتم كمحامين رجال قانون هيئة الدفاع عن المعتقل للرأي ترون أنه ظلم بذلك الحكم، ورأيتم أن حكمه كان قاسيا جدا، ما المفروض أنه تكون جنحة أو إطلاق سراحه، ولكن السلطات القضائية أصرت أنه مدان لأنه استعمل المال الأجنبي هكذا قيل، وهو في أثناء الاستجواب مع المحكمة قال تلك ابنتي، هي ابنتي مقيمة في الخارج، هي من وضعت مبلغا ماليا لدعم أبيها، وليس هذا صادر عن شركة أو دولة أخرى أو منظمة أخرى، لكن هذا كله لم ينفع معه. فأثناء هذا اللقاء مع الأحزاب طرح ملف أيضا إحسان القاضي من جديد، ولكن الجواب دوما هو أنه لم يكن هنالك سجن لإحسان القاضي بسبب آرائه وأفكاره وحرية التعبير، وإنما لاستعمال المال الأجنبي في شركته. فماذا يمكن أن تعلق على هذا الأمر أستاذ محمد لمين أيضا؟ نعم أستاذ عثمان، يعني قضية إحسان القاضي هي قضية قد أثارت كثير من الحبر كذلك، وقد كانت يعني محل نقاشات كبيرة من طرفنا نحن كهيئة الدفاع عن المعتقل للرأي، لأننا نعرف الخلفيات، نعرف خلفيات وخلفياتها معروفة. إحسان القاضي كان لديه مشروع أو كان يناضل من أجل مشروع أو فكرة طرحها، وبدأ يستضيف المعارضين من أجل مناقشتها أو دعمها أو عدم دعمها، وهي فكرة المترشح التوافقي. يعني هو من أتى بهذه الفكرة يعني قبيل سنة ونصف تقريبا، يعني والاعتقال جاء نتيجة هذه المبادرة التي كان يقوم بها، وكانت هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في الجزائر في الداخل التي كانت تفتح المجال للمعارضين السياسيين أو للحقوقيين من أجل إبداء آرائهم والمناقشة والتصريح بالوضع الحالي الحقوقي أو الاقتصادي أو أي مجال كانوا يناقش في ذلك في تلك الحصة. يعني بعد غلق تلك الحصة وبعد حبس إحسان القاضي يعني لم يبقى أي منبر داخليا ما عدا منابر خارجية مثل قناتكم أو قناة كارل فاندو، يعني التي تستقبل المعارضين أو يعني الذين يصرحون. يعني إحنا نقول بأنه إحسان القاضي تم تشديد عقوبته وتمت متابعته بتلقي أموال من الخارج، وهذه الأموال في الحقيقة الأمر تلقاها من عند ابنته المقيمة في الخارج. يعني حتى قانونيا لا تنطبق هذه الوقائع على نص المادة المعاقب بها لإحسان القاضي. يعني هنا أين يمكن أن نقول وكنا نندد دائما باستعمال العدالة في قمع الآراء السياسية والمعارضين السياسيين. يعني نحن هنا نعلم أن السلطات كجهات سياسية، يعني بالمقابل يوجد جهات سياسية معارضة كذلك، يعني جهة تستعمل القضاء وتستعمل كل المؤسسات، ليس القضاء فقط، المؤسسة الدولة التي يعني يشترك فيها كل مواطن جزائري، كل من له جنسية جزائرية لديه الحق في الاستفادة من هذه المؤسسات، ليس جهة تستعمل مؤسسة على جهة أخرى. يعني هذا هو ما يتم رفضه دائما. نحن نقول بلي دائما نطالب بأن لابد من ترك العدالة في مكانها، العدالة للجميع والعدالة المستقلة. وإذا كنا نريد أن يعني نفتح زاوية فقط أو نافذة فقط من أجل الحريات والانفراج الحقوقي، يعني هذا ما كنا ننتظره مؤخرا. يعني طيب الآن أستاذ محمد لمين، أستاذ محمد لمين، الآن بقيت حول ثلاثة أشهر بالتمام والكمال على الموعد اللي هو موعد الرئاسيات. في رأيك أنت مثل هذه الأجوبة أليست مقلقة قبل إجراء هذا الرئاسيات فيما يخص الحقوق المدنية الحريات الأساسية، وهو ما طلب به بعض قادة رؤساء الأحزاب، طلبوا من الرئيس أنه
لابد من تهدئة، لابد من تهدئة النفوس، لابد من إطلاق سراح هؤلاء سجناء الرأي، يكفي هذه المدة التي قضوها في السجون، لابد من عفو ما حتى الناس تهيئ نفسها لهذه الانتخابات. ولكن عبد المجيد تبون سبق هذا الموعد بمثل هذا الجواب، وهو إصراره منذ عام 2020 أنه ما فيش سجناء الرأي في الجزائر، فقط سجناء مثل ما هو سماهم سجناء السب والشتم. وفي مصدر آخر قال كذبة كبرى أن نقول أنه هناك سجناء رأي في الجزائر. نعم، هذا هو الشيء الذي كنا ننتظره. يعني أي إنسان أو أي سياسي يريد الدخول في انتخابات لابد من تهدئة الأمور، لابد من يعني تجاوز كل الخلافات من أجل الدخول في انتخابات حتى يبين للشعب أنه فعلا يعني قام بإصلاحات في عودته الأولى، ويريد تكملة هذه الإصلاحات والذهاب بإصلاحات جديدة وتهدئة مع كل المعارضين، يعني كما فعل بوتفليقة تماما، هكذا فعل بوتفليقة في عودته الأولى، ثم في عودته الثانية كان هناك الانفراج حتى وقع هناك كالكين نفيدة حريات آنذاك. لكن الآن بعد سماعنا لهذه الآراء، يعني لا نتوقع، بل هذه التصريحات يعني تنذر ب، كما قلتم، تنذر بأشياء يعني غير مرغوب فيها سوف تحدث مستقبلا. يعني هي تخيف فعلا كل معارضين، هي تخيف فعلا كل معارض سياسي يريد أن يبدي آراءه في هذه العهدة. يعني هذا ما يتناقض تماما، ما يتناقض تماما مع ما ينادي له هذه السلطات في المحافل الدولية، كما نراهم الآن في مجلس حقوق الإنسان ومناداتهم بالحريات واحترام حقوق الشعوب واحترام حقوق يعني العالم المقهور، وما بينما نحن هنا في بلدنا مكممين الأفواه و كذلك مقهورين كذلك. ويعني الشعب لما تقمع رأيه هنا يكمل يعني قمة صدرت حريته الظلم وقمة. نعم حتى أنتم كرجال القانون أسستم منظمة أو هيئة تسمى هيئة الدفاع المعتقل للرأي، وأنتم رجال القانون، ما أنت تحتكمون القانون. لو ما فيش من نسميهم نحن معتقل رأي، معنى ذلك هذه الهيئة باطلة. أنت كرجال قانون لما أسستوا هذه الأيام، أنت صحيح موجود هؤلاء من عبروا في الفيسبوك ولا كتبوا منشورات ولا كانوا يوما ما مشوا في مسيرات الحراك أو شيء من هذا القبيل، من بعد سجنوا على أساس أنهم مجرمين، ربما داروا جنح ولا جنايات. طبعا أستاذ عثمان، خير دليل كما تفضلتم هو هيئة الدفاع المعتقلين الرأي. لولا وجود هذه المعتقلين، هؤلاء المعتقلين الرأي، لما وجدت هذه الهيئة. هذه الهيئة تم تأسيسها بموجب مداولة صادرة عن الاتحاد الوطني للمحامين، وفيها أربعة نقباء قدماء. يعني في هذه المداولة تم تدوين أسمائهم، هم من يحرصون ويرعون هذه الهيئة. إذن هذه الهيئة هي هيئة رسمية وقانونية، وكل إحصائية التي لديها وكل الملخصات التي نقدمها وكل الآراء التي نقدمها هي من واقع، هي من واقع المحاكم ومن واقع المتابعات. يعني لازال إلى حد الساعة كل يوم معتقل رأي، كل يوم لدينا معتقل رأي في عبر كامل الوطن، تراب الوطني منشورات. يعني نحن رأينا مؤخرا، يعني لما قربت الانتخابات بثلاث أشهر، رأينا أن وتيرة الاعتقالات ارتفعت مجددا، ارتفعت، وهناك أناس يتم محاسبتهم على منشورات وضعت السنة الفارطة ووضعت في شهر جونفي ووضعت في شهر فيفري، ومنشورات يعني لا يمكن القول أنها منشورات رأي فقط. يعني حتى المدونين قد تراجعوا كثيرا جراء القمع الذي كان يحدث، تراجعوا كثيرا عن التدوين، وحتى التدوينات تاعهم أصبحت يعني تدوينات مدروسة وتدوينات لا تخدش لا بالأشخاص كما يقول رئيس الجمهورية السب والشتم. لا نرى أي. شكرا لك أستاذ محمد أمين.
بارك الله نعم فيك سيد محمد نمين. بمعالجتنا لهذه الملفات وبوقوفنا على هذه الملفات لا نرى أي سب وشتم، نعم حتى السب والشتم لا يعاقب عليه في القانون بل الجزائري هو جنحة فقط. بالسجن. نعم بل هو جنحة فقط سيد محمد الأمين. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الأمين بن دحمان المحامي رجل القانون مدافع عن حقوق الإنسان، كنت معنا من تلمسان غربية الجزائر. شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لضيفنا اللي كان معنا في الجزء الأول الأستاذ سفيان شويتر. شكرا لكم أنتم أيضا المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.